الرياضة وبنميها كموهبة وكهواية ممكن توصل فيه لأبعد من فقط رياضة الأشياء كثيرة. اليوم تعرف على البطل اللي معنا عمرو السودالي الموهوب رياضة الكاراتيه. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. صباحك. أهلا فيك عمر. صباحك. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. حابين تعرفنا عليك أكثر، إمتى بديت بهالمنافسة هاللعبة القتالية؟ إمتى دخلتها؟ قديش إلك سنة بالحزام الأسود؟ بديت فيها من الصف السادس. هلا انا صرت صف الثامن. ويعني حبيت يعني انه هاي هوايه الكاراتيه الاكثر شيء بحبها، هوايتي المفضله الكاراتيه. عمر مين دعمك، مين شجعك اكثر لتعزز هاي الهوايه؟ دعمني ابوي كان يتدرب فدعمني، صار يحكي انه هاي شيء كثير منيح الكاراتيه. احنا بنصبح على ابوكم كله صباح الخير يا بطل. طيب عمر، لما بنحكي عن رياضه الكاراتيه اول ما بنبلش فيها يمكن في ناس بتقول انها صعبه، ممكن انها وقعه او حركه غلط ممكن انها تضر جسمك، كيف تعاملت معها وشو اسم مدربك والمركز اللي بتتدرب فيه؟ اول شيء اسم مدربي عصام شعبان الحاصل على 8 دان، وين بتدرب؟ في عماره اميه، هناك بتدرب ومركز تدريب الرياضه للكاراتيه. وهي الكاراتيه يعني شيء منيح، يعني بتعلمك الانضباط وبتعلمك الاخلاق وهي الالتزام كثير، يعني اشياء استفدت. بدير بالك من انت ما يكون في عندك اي اصابه من خلال النط القفز؟ لا لي يعني 6 سنوات بتدرب لا صار لي شيء ولا شيء. في اهتمام. ذكرت انه الكاراتيه بتعلمنا الالتزام والانضباط، نلتزم بالقوانين اكثر. حسيت انه تغيرت هيك الكاراتيه عم بتاثر عليك بشكل حلو بالمدرسه، كمان بعلاقتك مع زملائك، التزامك بالدروس اكثر؟ التزمت يعني مبين يعني انه في الصف بكون ملتزم. والكاراتيه كمان هي بتعلم الاخلاق كيف. صحيح. يعني الاخلاق في وين مكان، في الشارع، في البيت، في الحارة، وين مكان. جميل. انت مش بس عم تتعلم انما يعني كمان عم بتعلم في المركز، يعني واصل لمرحلة كمان انك تقدر تقدم التعليم لغيرك. نعم صحيح. بدرب الطلاب يوم احد وثلاثة بساعد استاذي، واثنين واربعة انا بتدرب. طب حلو كتير. يعني احنا كيف كانت تحكي نورة انه انت تعلمت الانضباط والهذا، وكمان الكاراتيه رفعت عندك الثقة ما شاء الله، يعني انت بتحكي بطلاقة، بتحكي بشخصية كمان متزنة. احكينا عن مراحل التدريب والرياضة، كيف تبلش من اي حزام لتوصل اخر حزام؟ ببلش اول شيء من الحزام الابيض، اصفر، برتقالي، اخضر، بني، لا ازرق، بني، اسود. هيك هدول كلهم عديتهم، هلا صار معي الحزام الاسود. جميل. وما شاركت هلا ببطوله او بطوله واحده ذكرت؟ بطوله اللي هي في النادي. جميل جميل. طيب وكان في بطوله بس كانت اجر مكسوره. سلام. طيب. سلام عليك. سلام. تمام، خلينا نشاهد الحركات او الكات. ايش بدك تورجينا هلا؟ هلا اورجيكم حركات يلا. طيب تفضل عمر يلا. تفضل يا عمر، يعطيك العافية والله ما شاء الله حركات مميزة كثير. طيب عمر، في كثير رياضات قتالية زي الكونغ فو، زي التايكواندو، كمان في الكيك بوكسينج والرياضات المختلطة، كمان القتالية المختلطة. ليش شايف انه الكاراتيه أكثر شيء أنت بتحبها وشو بتختلف عن الرياضات الثانية؟ لا ما بتختلف شيء، بس عشان أبوي كان يتدرب فحكى لي انه اتدرب فيها. يعني انت حبيتها لمحبه ابوك هيك؟ ايوه نعم. طب وانتوا في البيت بتتدربوا انت واخوتك؟ يعني تاثروا كمان، حبوا اخوتك اكثر يتعلموا زيك؟ اخوي الكبار لا، بس اخوي الصغير خليته يتدرب. بعدها يعني انت اللي عم بتدربه في البيت؟
في البيت وهو بده يدخل كمان يعني حابب كمان نضمه لك بالنادي. طيب بدنا نروح لشق المدرسة وبنحكي انه كمان يمكن المواهب بتزيد شوي من تركيزك اكثر في دراستك، ايضا الرياضة دائما العقل السليم في الجسم السليم. كيف تحصيلك العلمي وشو حابب تصير لما تكبر؟ لا تحصيل العلمي تمام جيد، بس ما بمنع برضو الكاراتيه انه عطل عن دراستي. صحيح. فهي يعني الكاراتيه اللي انا هلا بتدربها من الساعة 5 للساعة 6، فما بتضر شيء من دراستي. وفي شيء مخطط له للمستقبل؟ شو حابب تدرس؟ يعني حابب اني اصير مدرب كاراتيه عالمي زي هلا استاذي عصام شعبان. بنوجه له اكيد تحيه. طب انت وصلت الحزام الاسود، هو نعم. مش حزام سهل انه اي طالب عم بدرس كاراتيه انه يوصله لمرحله الاطفال. لكم ايش يعني المراحل اللي القادمه لكم من الاحزمه؟ يعني ما بعد الاسود الحزام الاسود بعد الاسود ببلش بالدان، يعني كيف بعيد الاسود مره مرتين. هلا الاستاذ تبعي الخبير عصام شعبان وصل معي 8 دان. ايوه. وهو شتوكان، يعني بتدرب شتوكان. هلا انا بعد ما ابلش يعني شتوكان يعني كيف بدي احكي لك الحركات الاساسيه وهدول هيك اشياء. فالكاراتيه انا بعد ما اوصل هلا معي انا اسود دان واحد. لما اقدم كمان كاتا وكمان حركات زي هيك بصير اسود دان اثنين هيك شيء. طيب عمر كم لوح خشب كسرت؟ لا ما بكسر ولا يعني بطبش. يعني احنا بنشوف في بعض الحركات الكاراتيه اللي مثلا بكونوا حاطين لهم الواح خشب وبيمشوا وبقفزوا وبرموهم. لا احنا هيك ما بنعمل فيها. لانه بس حركات جسديه. طيب في حركات ثانيه غير اللي عملتها؟ في حركات في اسوي في كاتا. يلا اعمل لنا اياها. خلينا نشاهد الكاتا. اش بصيدون الله اكيد عن حركاتك. كثير من كمان يعني ابطال عالميين عم بيلعبوا الكاراتيه، بتتابعهم او فقط تاثرك بس بوالدك؟ مين بتتابع من العالم يعني العالميين اللي بيلعبوا هاي اللعبه؟ على اليوتيوب بتابع اشخاص بتدربوا. حلو. طيب عمر يعني دائما الموهبه الرياضيه ما بتغني عن مواهب ثانيه، يعني عندك مواهب مثلا علاقه بالسباحه بالرسم بالغنى لا عندي كمان موهبة اللي بلعب كمان كرة قدم. حلو. شو موقعك في كرة القدم؟ نعم. شو موقعك في الفريق؟ لا هجوم. هجوم. طيب هاي كم ملعب ومين بتشجع؟ من ريال مدريد. يا زلمة أبيض أنا بعلقك أبيض أكيد بشجع ريال مدريد. طيب يعني ما بين رياضتك في كرة القدم ورياضتك في الكاراتيه بتشارك كمان في مباريات أو كمان بتلعب مع نادي معين؟ بشارك عنا في المدرسة كرة قدم. كمان غير هيك روح أشارك في بطولات تانية روح تجيني في الكاراتيه فأريحة روح أشارك. إمتى البطولة راح تكون؟ في شهر اثنين أو ثلاث هيك شيء. يعني ما ضل معك يعني وقت طويل، فكيف التدريبات هلا عم تستثمرها؟ عندك يومين في الاسبوع عم تستثمره اكثر للتحضير لهالبطوله؟ نعم صحيح بستثمره عشان لما اكون في البطوله اكون جدي واقف على البساط يعني بشكل ممتاز. بتدرب كمان بمنيح وهيك لازم اجيب المركز الاول ان شاء الله. هذا اللي احنا بنتمناه وحنكون فخورين فيك جدا. طيب عمر لما هيك شاب بطاقتك بهالشغف اللي عندك، اذا بدك تبعث رساله للاطفال اللي من جيلك من عمرك اللي من خلال موهبتك شو بتحكي لهم؟ شو اهميه الكاراتيه ممكن تكون بحياتهم؟ بحب احكي لهم انه هي الصحه لازم تبعتك، لازم صحتك هاي
لازم تشد حالك في الكاراتيه ولازم تفوت اي شيء من خلال الكاراتيه او تايكوندو او كره قدم عشان تصير يعني بشكل جيد في الممارسه تبعتك. وايضا احنا بنحكي انه لازم يفوتوا في الكاراتيه شيء منيح. الكاراتيه بتعلم الاخلاق. جميل. المنافسين يلي انت بتقابلهم في الالعاب كيف بتدور العلاقه معهم؟ التحضير كمان معهم قبل المنافسه حتى لو كان تدريب؟ بكون معهم يعني عادي بشكل اخوه أكيد. وصحاب ولما العب يعني معهم قتال حر عادي بنكون اصحاب. بس لمجرد هاي احنا مجرد نلعب لعبه زي ما بتحكي لعبه نلعبها ايش عشان نشوف لعبنا لوين وصل. برافو عليك يا عمر، برافو عليك، احنا فخورين فيك، مبسوطين فيك، وهي تحيه كمان لاهلك، اخوتك، ومدرستك، ومدربك اللي كمان يعني عم بيصنعوا هذا الشخص الرائع. صحيح. اكيد ما شاء الله عنك. شكرا. في ضل حركات معينه نختم عليها؟ خلص تمام، خلاص بكفي. كل شكر لك، سعد صباحك حبيبي. شكرا لك عمر. واحنا مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام هذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح، ولكن الموعد يتجدد معكم صباح يوم الغد في تمام 8 للقاء. حتى اللقاء، الى نسولكم الله الذي لا تضيع ودعه. إلى اللقاء.